أتعلمون كم عاش الإمام النووي رحمة الله عليه؟ كم عاش الإمام النووي؟ 46 سنة. عاش 46 سنة. الإمام النووي رحمة الله عليه 46 سنة إخواني، ما من باب من أبواب العلم إلا وألف فيه، في الفقه، في علوم الحديث، في الحديث، في الرجال، في التفسير، في كل شيء. هذا من فضل إيه؟ من فضل الله عز وجل. إمام يعيش 46 سنة، بدأ العلم بعد 18 ويفتح الله عليه. الإمام الغزالي يا إخواني عاش 54 سنة أو كل 55 سنة. هذا الإمام ألف 300 كتاب، 300 كتاب. قال العلماء لو وزعت أوراقه التي كتبها على حياته لكان نصيب كل يوم 30 صفحة. يعني كان كل يوم يألف 30 صفحة كتابة ونسخة بيده. 300 كتاب، وكل كتاب إخواني موسوعة من الكتب العظيمة التي تعتبر من أمهات الكتب في أصول الفقه وفي التفسير والمنطق والتربية والتزكية والأخلاق والفلسفة والمذاهب والفرق، حتى لقب بحجة الإسلام. من أين جاء هذا؟ والله يا إخوان ليس إلا من فضل القرآن الكريم وبركات القرآن. أناس نذروا أنفسهم للقرآن فبارك الله لهم في أوقاتهم، وبورك لهم في أعمالهم، وبورك لهم في نشاطهم وهمتهم. كل يوم الصبح اقرأ شيئا من القرآن، لا تخرج البيت من غير أن تقرأ من القرآن، وفي الليل قبل أن تنام اقرأ شيئا من القرآن، وخذ من سيرة وسنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف كانت علاقته بالقرآن، ورب أولادك على القرآن، ورب إخوانك على القرآن، وسترى البركات التي لا تنقضي ولا تنتهي لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في حياتنا بالقرآن العظيم، وأن يبارك لنا بصحتنا وعافيتنا بالقرآن الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجلسة قرآنية إن شاء الله.